ما كل هذه الإرهاصات المرعبة يا دكتور أبو علي؟ اسمح لنا جاوبنا على هيدا بعد ما نشوف المقتطف عن حريق أمريكا اللي تفضلت وحكيت عنه. إني أرى حرائق قد شبت في مدن عند في أمريكا حرائق، وأرى شيئا عظيما والله هذه السنة بأمريكا لم تعهد أمريكا منذ أن بقيت، والسود يطالبون بالانفصال. شوف الحريق الجاي بعد سقوط الطائرة أبشركم. إذا خلينا هذه النزول الشهب والكسوف قضية كونية لا تستوجب صلاة الليل، العفو صلاة الآيات، وينتهي الأمر بينا. الثانية حتى الزلازل والهزات الأرضية، إذا قضية جيولوجية وقضية تحرك التربة وقشرة التربة وقشرة الأرض، إذا ماكو داعي عبد الله، هاي قضايا إلحادية وينتهي الأمر. بس هذه القضية تخضع للقدر الإلهي، إذا خضعت للقدر الإلهي وإذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا الله يقول له لا، إذا هذا الزلزال وهذه الشهب وهذا الخسوف وهذا الكسوف هو أمر إلهي يريد التنبيه لقضية راح تصير. هذه القضية لا توقعون بها خير، لأن لو كانت بها خير ما تطلع لنا بهذا الحجم. اندلع حريق غابات في منطقة سكنية شمال غرب لوس أنجلوس مما استدعى إخلاء أكثر من 500 منزل، وقال رئيس البلدية إن الحريق التهم حتى الآن أكثر من 2000 هكتار من المساحات الخضراء، مشيرا إلى أنه أضخم حريق في تاريخ لوس أنجلوس. نعم دكتور، ما كل هذه الإرهاصات؟ ولا شيء بعد بعد بعد، يعني العراقيين أو العرب اللي بأمريكا أقلهم إذا عندكم أموال صفوها، والعنده دولارات خلي يحولها إلى ذهب. أمريكا لا بد أن تقصف بالقنبلة النووية بالهيدروجينية الجديدة إن شاء الله، الله يخلينا ويطول بعمره هذا النص شبر الكوري. عرفت شلون؟ شو نسوي؟ الظالم بالظالم سيف.